أنا صالح الرحل، عمري 13 سنة، عندي أسرة تكون من 7. نفسي عايزة أطفال العالم، واخدين حقهم في اللعب وفي القراية وفي التعليم. أنا كل وقت ضايع في تعباية المية، أروح أبي من مكان بعيد عشان أشرب أخوتي. صاحب محمد اللي بلعب معه كل يوم بطل العب مية، بيشرب من مية الحنفية لأنه وصلته مية من محطة التحلية. لو ما فيش مية صحية يا بنمرض بالموت.